باقي البنود، لان احنا فعلا متعودين ان اول ما بنشوف الصحراء حتى كمان في الكليبات يمكن لما بتتصور أيوة بيجيبوا بالظبط. الشباب وهم طالعين بينصبوا الخيام في بالشكل التقليدي اللي احنا اتكلمنا فيه. ايه تاني من ضمن بنود الرحلات الكشافه او الكشفيه نفسها والمنهج اللي حضرتك اتكلمت عنه؟ يعني في ناس تقول لك منهج ايه، هو منهج دراسي مثلا هم طول السنه بيبقوا معاكوا ولا معاكوا في الاجازات بس؟ هلا نحن كسنه كامله في بيكون مثل لقاءات دوريه، يعني ممكن كل اسبوع ممكن كل 15 يوم كده يعني. أما الـ الأنشطة أو المخيمات بتكون عادة إلها تواريخ محددة، يعني حسب البرنامج المجموعة الكشفية، ممكن بالصيف أسبوع أو أسبوعين، ممكن بالشتاء أيضا في مخيمات شتوية يعني، أو ممكن في رحلات لمدة يوم أو يومين، يعني رحلة بيخرجوا بيوم نفس اليوم ويرجعوا. بالنسبة للطرق الثانية اللي هي نحن في عنا مثلا نظم المجموعات الصغيرة، في عنا دعم الراشدين، في عنا التعلم بالممارسة، في عنا الدعم المجتمعي أو يعني العمل مع المجتمع، في الإطار الرمزي، في كتير يعني نقاط تانية بنستخدمها للتربية الفتى بجميع النواحي. يعني مثل ما قلنا طبعا خلال المنهج او التعقيب على كلمه المنهج اللي حطيناه، نحن في برامج بنحطها، هذا البرنامج بدعم مثلا انه انا حنمي هاي الناحيه بهذا الفتى، الناحيه البدنيه طبعا، الناحيه الروحيه، الناحيه الاجتماعيه، الناحيه الاخلاقيه، فخلال هذا البرنامج لازم لبي هاي الاحتياجات بالنسبه لكل فتى. حتى احيانا ما بدي اقول انا مرشد نفسي، ولكن احيانا بعض المشاكل البسيطه مثلا عنده خجل، عنده انطواء بسيط، عنده كذا، ممكن انا خلال العمل مع المنه بالمجموعه الكشفيه ممكن حتى اعدل بعض هاي السلوكيات. ويمكن حضرتك ذكرت